كالعادة مشاهدينا، بداية نروح مع بعض لجولتنا في تويتر وأبرز التغريدات المميزة لليوم. تغريداتنا اليوم جميلة ولطيفة في نفس الوقت. أول تغريدة من حساب خالد حمد، نشوف تكلم عن إيش. تكلم عن اثنين من رواد الفضاء يؤدون بعض الأعمال خارج محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 408 كيلومتر فوق الأرض. المحطة الفضائية الدولية تدور حول الأرض بسرعة تقارب 27 ألف كيلومتر في الساعة. يعني هذول اللي نقدر نقول عليهم في عالم آخر فعلا، وبيأدوا مهمات عظيمة جدا لخدمة البشرية. وللمعلومية، رواد الفضاء اللي بيعملون في المحطات الفضائية يستمرون في الفضاء لمدة طويلة جدا، تدوم لأكثر من سنة، ويتم إرجاعهم وإرسال غيرهم في كل فترة. يعني هذا لو فعلا سألته وين دوامك راح يقول لك فعلا في الفضاء، وتمشى بين المشتري والمريخ والزهرة وياخذ جولة كذا في الفضاء. إلى تغريدة ثانية من حساب سكرين ماكس، تكلموا عن انتشار مقطع فيديو لنادلة صينية تقوم بضرب شابين ضربا مبرحا بعد أن قاما بالتحرش بها. شايفين هي بتأدي وظيفتها بكل يعني بساطة، بصراحة كفوا عليها، كفخت الشباب مضبوط لأنهم حاولوا يتحرشوا فيها في المطعم أثناء تأدية وظيفتها. وهذا السلف ديفنس يا جماعة لازم أتوقع يكون عند كل بنت، مهما كانت البنت بتأدي وظيفتها في مكان كل رجال، أو أيضا كانت في الشارع آخر الليل، فلازم تكون عندها يعني معلومات قيمة عن الدفاع عن النفس، ولو شيء بسيط جدا، شوية ملاكمة على شوية تاكواندو. مو غلط أبدا أن الواحد يدافع على نفسه في مثل هذه اللحظات. وأعتقد أن الشباب بعد اللي أكلوه من الضرب في هذا المقطع ما راح يروحوا بعد كذا أصلا هذا المطعم، وإذا شافوها في الطريق بالغلط راح ينزلوا رؤوسهم صراحة، كفوا عليها. إلى تغريدة ثالثة من حساب هوميروس، اتكلم عن صورة جميلة جدا. هذه الصورة فازت قبل ساعات قليلة جدا بلقب مصور الحياة البرية لهذا العام، حيث أنثى نمر تعانق شجرة في روسيا، وتبدو أنثى النمر جزء من الغابة حيث يمتزج ذيلها مع جذور الشجرة، بالإضافة إلى أن الألوان والإضاءة تبين لك أنها لوحة زيتية وليست صورة. بالنهاية فعلا الصورة رائعة ويستحق صاحبها الفوز. التفاصيل الدقيقة الموجودة في هذه الصورة والألوان الرائعة تعطيك إحساس أن هذه اللوحة هي عبارة عن لوحة فعلا، مو صورة بالنهاية، وهي كانت أصلا صورة، ويستحق هذا المصور الجائزة بدون أدنى شك. إلى التغريدة الرابعة من حساب أخبار السعودية، فتاة تشتكي من تكاليف الموديل والتصوير والإعلان لحاجتها لبيع فستانها وتقرر عرضها بنفسها. فخلونا نشوف مع بعض هذا المقطع ولنا عودة. سنة أبي عرض هذا الفستان، كل مرة يقولوا لي جيب الموديل، جيب المصورة، جيب فلوس الإعلان، وشولة أنا لو معي هذه المبالغ كل ما بعت هذا الفستان أصلا، هذا الفستان يجلب لي الحب. المهم قررت أن أصير الموديل وأن أصير المصورة وأن أصير المعلنة، طبعا المعلنة نعم. المهم الفستان اللي كنت فيه، كنت جرادة، كنت برميل يمشي عليك ما شاء الله زي الفل، ويتضيد ويتوسع. الجادة تراسلني، ترى جد والله العظيم. صراحة يعني أنا أحييها من كل قلبي، وهي صادقة والله في هذا المقطع. يعني الوحدة إذا ما كانت مضطرة أنها تبيع هذا الفستان، من وين راح تلاقي تكاليف الموديل والتصوير والإعلان في نفس الوقت؟ وصارت التكاليف غالية نوعا ما في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فكرتها أنا أحييها عليه، وانتشر المقطع انتشار رهيب جدا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا شخصيا حابة أدعمها. ممكن تتواصل معي وأعمل لها إعلان الفستان، ولكن صدقوني بعد الإعلان اللي هي سوته ما أتوقع أنها تحتاج إعلان ثاني، وأكيد وأنا متأكدة أيضا أنه هذا الفستان انباع، وأكيد أتمنى لها كل التوفيق.